بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أما بعد، فإن أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وأعظم الرسل وأفضل الكتب أعظم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خص الله به هذه الأمة. وأعظم الكتب هو القرآن العظيم الذي أنزله على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. فهذا الكتاب العظيم الذي هو القرآن هو أعظم الكتب، وهو المهيمن على الكتب التي سبقته. المهيمن يعني الحاكم، يحكم على الكتب السابقة فيبين ما فيها من خير وحق، ويبين ما دخلها من تزييف وتحريف وغير ذلك. وأيضا كما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وأيضا هذا القرآن ناسخ لما قبله، جمع الله فيه كل الخير الذي في الكتب السابقة وزاد على ذلك ما يحتاجه البشر إلى أن تقوم الساعة. فهو الكتاب الخالد والكتاب الباقي الذي لا يبدل ولا يغير، وقد تكفل الله تعالى بحفظه، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكرى، يعني القرآن، وإنا له لحافظون. وقال سبحانه وتعالى: وإنه لكتاب عزيز، يعني منيع، لا أحد يستطيع أن يتطاول عليه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
لا يأتيه الباطل من بين يديه. ليس هناك كتاب سبقه يكذبه، وليس هناك كتاب يأتي بعده يكذبه من بين يديه ولا من خلفه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به وحيا ونزل به جبريل عليه الصلاة والسلام، الروح الأمين نزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وبلغته أمة محمد صلى الله عليه وسلم للبشرية على وجه الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. القرآن تنزيل رب العالمين، تكلم الله جل وعلا به وسماه كلامه، وأنزله بواسطة جبريل الروح الأمين. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل عليه الصلاة والسلام على قلبك يا محمد، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، ذكره والخبر عنه في كتب الأولين، تعترف له وتقر به الكتب السابقة، والأنبياء السابقون يعترفون بهذا القرآن العظيم، وهو مذكور في الكتب السابقة. أولم يكن لهم آية، أي علامة على صدق هذا القرآن، أن يعلمه علماء بني إسرائيل. علماء بني إسرائيل يعلمون هذا القرآن، ويعلمون أنه حق وأنه من الله سبحانه وتعالى، فمنهم من آمن به، ومنهم من أخذه الحسد والكبر فكفر به وهو يعلم أنه حق. فهذا القرآن وهذا سنده، هذا سنده من الله جل وعلا، حمله جبريل الأمين، بلغه للرسول صلى الله عليه وسلم، وبلغه الرسول لأمته. لا يتطرق إليه شك، ولا يتطرق إليه ريب، ولا أحد يقدر على أن يغير شيئا منه. قرآن كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف. سور وآيات وكلمات من الله سبحانه وتعالى، هذا هو القرآن العظيم. سماه الله قرآنا من القرء، وهو الجمع، لأنه مجتمع من سور ومن أجزاء وكلمات، فهو مجتمع من سور وآيات وكلمات، مجموع في هذا المصحف الشريف، فهو قرآن يعني مجموع ومحفوظ ومدون في هذا المصحف الشريف الذي تتناقله الأمة جيلا بعد جيل، يحفظه الكبار والصغار ويتدارسونه. وسماه الله ذكرا
لأنه يذكر بالله سبحانه وتعالى ويذكر بالدار الآخرة ويذكر بالحساب ويذكر بالجنة والنار، فهو ذكر يذكر بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته وما له من الحق على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهو ذكر وهو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. شفاء ورحمة للمؤمنين الذين آمنوا بالله عز وجل وآمنوا برسوله وآمنوا أن هذا القرآن هو كلام الله، فالله يشفيهم به شفاء من الشكوك والأوهام وشفاء للأجسام من الأمراض، فهو شفاء من الأمراض الحسية والمعنوية ورحمة، لأن الله رحم به العباد أنقذهم به من الظلمات إلى النور ولم يتركهم على جهلهم وكفرهم فيصيرون إلى النار، بل إن الله رحم البشرية ورحم الخلق فأنزل عليهم هذا القرآن ليهديهم إلى مصالحهم وما ينفعهم وينجيهم من عذاب الله عز وجل إنهم تمسكوا به وعملوا به. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، هو مع قوم شفاء ورحمة وهم المؤمنون، ومع قوم خسارة لأنهم يكفرون به ويحرمون من نفعه، ولا يزيدهم إلا العناد والاستكبار والسخرية، ألا يزيدهم إلا خسارة، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض الشك ومرض الشبهات والكفر والشرك فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ما نفعهم القرآن، لأن القرآن إنما ينفع من أقبل عليه وتقبله، أما من أعرض عنه فإنه يكون حجة عليه ولا يستفيد منه شيئا، بل يزيده والعياذ بالله تكبرا وعنادا وإعراضا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فإن له معيشة ضنكا يعني في الدنيا معيشة هموم وأحزان وشكوك وكفر وإلحاد، وقيل معيشة ضنكا يعني في القبر يعذب في قبره ويكون قبره حفرة من حفر النار، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
وكذلك نجي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك يقول جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فمن قبل القرآن وأقبل عليه صار له هدى ونور وبصيرة وإيمان ورحمة وشفاء، ومن أعرض عنه صار وبالا عليه حتى ولو كان يحفظه عن ظهر قلب، ولو كان يقرأه بأحسن صوت وأحسن ترتيل، فإنه لا ينفعه. كما جاء في الحديث أن قوما في آخر الزمان يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، لا ينتفعون به. وسماه الله روحا، سمى الله هذا القرآن روحا: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح تحيا به القلوب، كما أن الأبدان تحيا بالروح المعروفة، فالقلوب تحيا بالقرآن فهو روح لها. والقلوب التي لم يدخلها القرآن قلوب ميتة، قلوب ميتة ليس فيها روح، وإن كانت حية ومتحركة حياة جسمانية، إلا أنها ميتة موتا روحيا ومعنويا. روحا من أمرنا. سماه الله هدى لأنه يهدي ويدل ويرشد إلى الحق، وسماه الله نورا ولكن جعلناه نورا، القرآن نور، جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الإنسان لما يكون يسير على نور يهتدي على الطريق ويصل إلى الغاية ويسلم من الأخطار، كذلك الذي يسير على القرآن هذا يسير في نور وعلى جادة واضحة آمنة من الأخطار. وأما الذي يسير على غير هدي القرآن فإنه يسير في ظلمة، في ظلمات، يقع في الحفر، يقع في المهلكات، ويؤول به الأمر إلى النار. ويوم القيامة وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أبواب النار والعياذ بالله، وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، اعترفوا، لأنهم لا يقدرون أن يجحدوا شيئا واقعا، قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. اعترفوا أنهم جاءتهم الرسل وتلت عليهم آيات الرب سبحانه، واعترفوا أنهم استحقوا العذاب والعياذ بالله، اعترفوا بهذا، نسأل الله العافية. وقال تعالى في هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للطريقة التي هي أقوم
وأعدل، أقوم يعني أعدل، المستقيمة، الطريقة المستقيمة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، هذا القيد وهذا الشرط، إيمان وعمل، إيمان بالله عز وجل وبكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشر، هذا هو الإيمان. الذين يعملون الصالحات، يعملون ما أمر الله تعالى به ويتركون ما نهى الله تعالى عنه، هؤلاء هم الذين يحصلون على هذه البشارة من الله سبحانه وتعالى أن لهم أجرا كريما، أجر عظيم نفيس لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى بسبب إيمانهم بهذا القرآن واتباعهم له. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم الكفار الذين لم يعبأوا بهذا القرآن ولم يلتفتوا إليه، أن لهم عذابا أليما مؤلما لا يوصف قدر ألمه وشدته والعياذ بالله بسبب إعراضهم عن هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله لهداية البشرية. وهذا القرآن العظيم هو أعظم معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة، لكن أعظمها وأبقاها هذا القرآن العظيم. وذلك لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهم يعرفون ذلك، قومه يعرفون ذلك أنه لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا جاء بهذا القرآن الذي أعجز البشرية، فدل على أنه من عند الله عز وجل وليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن أحدا لا يقدر، لا الرسول ولا غيره، لا أحد يقدر أن يأتي بشيء يشابه هذا القرآن أو يماثل هذا القرآن، وإنما هو كلام الله جل وعلا ووحيه وتنزيله. فهذا النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب بلغ هذا القرآن العظيم للبشرية، هذا دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام وأنه من عند الله. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، المشركون يقولون الرسول تعلم هذا القرآن من عند أهل الكتاب، واحد من أهل الكتاب في مكة يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الشخص أعجمي لا ينطق بالعربية، وهذا القرآن لسان عربي مبين. إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. كيف يأتي الأعجمي بهذا القرآن الفصيح البليغ ولم يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس يتعلم أو يقرأ، بل عاش عليه الصلاة والسلام بين قومه 40 سنة ما كان يقرأ القرآن ولا كان، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. هذا الأمي يتحول في وقت قصير يتحول إلى عالم أعلم البشرية،
ويأتي بقرآن لم يأتي قبله مثله، هذا يستطيعه بشر؟ هذا دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. وأنه ليس من كلام البشر ولا من كلام محمد عليه الصلاة والسلام. وأن قولهم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، يقولون إن الرسول استملى هذه القصص وهذه استملاها من أساطير الأولين وهي الحكايات المأثورة عن الأولين وجمعها وسماها قرآنا، هكذا يقولون. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، وما هو بيكتب لكن طلب من يكتبها له. شوفوا، لو قالوا كتبها قالوا الناس تكذبون، لأن الرسول ما هو بيكتب، لا قالوا اكتتبها، طلب من يكتبها له، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. رد الله عليهم بقوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أيضا هذا القرآن العظيم معجز من ناحية ألفاظه وبلاغته، فإن فصحاء العرب وأمراء البيان عجزوا أن يأتوا بسورة من مثله، وهم الخطباء المفوهون والشعراء والفصحاء، تحداهم الله أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل تحدى الجن والإنس، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. شوف، هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة، وهو في بداية أمره، وهي تتحدى الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فهل أحد من الجن أو الإنس حاول أو أتى بشيء؟ ولا يزال التحدي مفتوحا إلى أن تقوم الساعة، مع كثرة أعداء القرآن وكثرة الموتورين منه ما يستطيعون. هذا دليل على أنه من عند الله سبحانه. فلما عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور، قل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. حاولوا، القرآن هذا بلسان عربي وأنتم عرب والذي جاء به عربي مثلكم، يلا هاتوا عشر سور تماثل هذا القرآن تماما، فحينئذ يكون لكم حجة. ما قدروا أن يأتوا بعشر سور، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. ثم تحداهم مرة ثالثة أن يأتوا بسورة، أن يأتوا بسورة واحدة، أقصر سورة، أن يأتوا بمثل قل هو الله أحد، أو بمثل إنا أعطيناك الكوثر، أو إذا جاء نصر الله، أقصر سورة أن يأتوا بمثل. يعني جميع العرب وجميع الفصحى والجن والإنس يلا هاتوا سورة واحدة مثل هذا القرآن، لم يستطيعوا.
مع عداوتهم، شدة عداوتهم لهذا الرسول ولهذا القرآن، ما استطاعوا أن يأتوا بسورة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وادعوا شهداءكم من دون الله، هاتوا ناس يشهدون إن هذه السورة لأنها مثل القرآن، جيبوا حكموا ناس يقرؤون سورة من القرآن ويقرؤون هذا الذي جئتم به، وادعوا شهداءكم. أو المعنى والله أعلم، استعينوا بمن شئتم، استعينوا بمن شئتم من الجن أو من الإنس، استعينوا بمن شئتم. وفي الآية الأخرى، وادعوا من استطعتم من دون الله، استعينوا. هل بعد هذا التحدي تحدي؟ فإن لم تفعلوا، قال الله جل وعلا فإن لم تفعلوا، يعني لم تأتوا بسورة، ثم قال ولن تفعلوا. شوفوا المعجزة، ولن تفعلوا، أخبر أنهم لا يستطيعون في المستقبل إلى أن تقوم الساعة أن يأتوا بسورة. هذا خبر من الله جل وعلا أن البشرية والجن والإنس لا يستطيعون أن يأتوا بمثل سورة من القرآن. ولن تفعلوا، يعني في المستقبل، فاتقوا النار. كذلك هذا القرآن معجز من جهة معانيه، من جهة معانيه القرآن يشتمل على معان عظيمة، بحر لا ساحل له، فيه أخبار الغيب الماضي والمستقبل وما حل بالأمم السابقة، فيه الخبر عن خلق آدم، عن خلق آدم، بل الخبر عن خلق السماوات والأرض وخلق آدم أبي البشرية وما حصل من إبليس من حسده له وما حصل من تكبره، وفيه أخبار الأمم السابقة مع الرسل، وكيف نجى الله الرسل وأتباعهم وأهلك الكفار وأتباعهم من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين متفكات، لما كذبوا الرسل أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فهل ترى لهم من باقية؟ ما بقي لهذه الأمم أثر على وجه الأرض إلا مبانيهم ومساكنهم تشهد بوجودهم وقوتهم، ولكن لم تغني عنهم قوتهم شيء. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وقصر وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القرآن أخبرنا عن الأمم السابقة، قال وقال سبحانه وتعالى فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، بيوتهم إلى الآن موجودة في ديار ثمود وفي غيرها وفي الفراعنة في مصر وفي موجودة آثارهم، ولم تغني عنهم شيئا، لم تغني عنهم شيئا وأصبحوا أثرا بعد عين. هذا القرآن يخبرنا عن الغيوب الماضية التي ما شهدناها ولا شهدها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا رآها، وإنما يخبره الله جل وعلا عنه. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين
ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد ما حصل على الأمم السابقة، ما شاهد ما حصل لموسى وما حصل لنوح وما حصل لهود وما حصل لصالح وما حصل، ما شاهد هذا ولا حضر، وإنما الله جل وعلا يخبره عنه. فهذا دليل على أن هذا القرآن من عند الله، لأن الرسول ما كان يعلم هذه الغيوب الماضية، وإنما أخبره الذي يعلم السر في السماوات والأرض، هو الذي أخبره بذلك. والغيوب المستقبلة يخبرنا عما يكون في آخر الزمان وعند قيام الساعة، وما يكون في البعث والنشور، وما يكون في الآخرة من الأهوال ومن المواقف الصعبة والأخطار. القرآن يخبرنا عن ذلك، الغيوب المستقبلة يخبر عن الغيوب. الرسول أو البشر يستطيع أن يخبر عن الغيب؟ ما يستطيع إلا إذا أخبره الله سبحانه وتعالى وعلمه الله وأطلعه الله على ما يشاء. فالغيب لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. كذلك هذا القرآن معجز من جهة ما يشتمل عليه من الحكم والأحكام. القرآن يشتمل على حكم وعلى أحكام عظيمة لا يمكن حصرها، وتتجدد في كل وقت، ويتبين ما لم يكن تبين في السابق من معاني هذا القرآن وما دل عليه. دل على أنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. العلماء من نزل القرآن إلى الآن وهم يفسرون ويكتبون التفاسير وما أحاطوا بمعاني هذا القرآن الكريم، مما يدل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. فهو معجز من جهة أيضاً ما يشتمل عليه من الحكم ومن الأحكام العظيمة، الأحكام الشرعية التي تحل مشاكل البشرية وتدل على الصراط المستقيم. يستنتج منه الفقيه من الأحكام ما يستطيع استنباطه، ويستنبط منه الآخر، يستنبط منه الثالث، وهو معين لا ينضب. القرآن معين لا ينضب. ومن إعجاز هذا القرآن حلاوة لفظه وتراكيبه، بحيث إنك كلما سمعته كأنك لم تسمعه من قبل، لا يمل منه مع الترداد والتكرار. كلام الناس إذا رد مرة مرتين يملونه الناس كلاما مكررا ومعادا، ويقولون هذا أثقل من الحديث المعاد، يضربون به المثل، هذا الشيء أثقل من الحديث المعاد. لكن القرآن كل ما تكرر سماعك له وقراءتك له تتجدد لذته وتتجدد بهجته. فهذا دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى وليس هو من كلام البشر، فهو معجز من كل وجه. كذلك هو معجز من جهة لغته وتراكيبه، من جهة لغته وتراكيبه وبلاغته. هو أفصح الكلام وأصدق الكلام وأحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث، هو أحسن القصص. نحن نقص عليك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن القصص
بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه، هل الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر مع يوسف وأبيه وما جرى بينه وبين إخوته؟ وإنما الله جل وعلا هو الذي قص عليه هذا وأخبره بذلك. فهو معجز أيضا من جهة بلاغته وفصاحته وتراكيبه وحلاوته، وأنه لا يمل مع كثرة الترداد، وكل ما قرأه إنسان أو سمعه فإنه يتلذذ به وكأنه لم يسمعه من قبل، لا يمل ولا يخلق عن كثرة الترداد، لأنه كلام رب العالمين. فهذا القرآن أعظم نعمة وأعظم معجزة تدل على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن المشركين لما اقترحوا على الرسول أن يأتي بآية وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، قال الله جل وعلا أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ألا يدل هذا على أنه كلام الله ويكفي أنه حجة ومعجزة أنه يقص عليهم ما في الصحف الأولى؟ أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه، يقترحون على الرسول أنه يجيب آيات يعني معجزات تدل على صدق. قل إنما الآيات عند الله، الرسول ما هو الذي يأتي بالآيات ولا البشر يأتون بالآيات، وإنما الذي يأتي بالآيات هو الله سبحانه وتعالى. فالمعجزة لا صنع للبشر فيها، وإنما هي من صنع الله جل وعلا يجريها على يد عبده ورسوله، هذه المعجزة. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم قال أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أما يكفي هذا معجزة؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يعني القرآن يتلى عليهم، يطلبون معجزة بعد القرآن؟ لا، ليس قصدهم الحق، وإنما قصدهم فقط التحدي والاعتراضات، وإلا لو كان قصدهم الحق لعرفوا أن هذا القرآن هو كلام الله من أول وهلة، كما آمن به المؤمنون من حين سمعوه عرفوا أنه كلام الله فاستجابوا لله ولرسوله، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم. ما يروحون يقولون نبي آيات نبي معجزات نبي، يكفيهم هذا القرآن، هذا القرآن يكفي. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ثم قال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، هذا أيضا من المعجزات، أن الرسول يقول الله أمرني وقال لي افعل كذا وأمرني بالجهاد وأمرني، ويقول على الله، لو كان كاذبا لا عاجله الله بالعقوبة، لأن الله لا يمهل من يتقول عليه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو أن هذا الرسول وحاشاه عليه الصلاة والسلام تقول على الله لما أمهله الله عز وجل، كما أهلك الكذابين من مسيلمة والكذاب والأسود العنسي وغيرهم من كذبوا على الله وادعوا أنهم رسل من عند الله، عاجلهم الله بالعقوبة ومحى أثره وأزال آثارهم عن البلاد والعباد. أما هذا الرسول فإن الله يؤيده وينصره ويمده بالعون والتوفيق، فلو كان كاذبا لما أمهله الله.
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك. الله يشهد سبحانه وتعالى أنني لو كنت كاذبا لما أمهلني ولا تركني كما ولا أخذني كما أخذ الكذابين الذين يكذبون عليه سبحانه وتعالى، الذين يدعون أن الله أرسلهم وهم كذابون. وفي الآية الأخرى ويقول الذين كفروا لست مرسلا، رد الله عليهم بقوله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، لو كنت من مرسل ما أمهلني الله عز وجل ولا تركني أقول عليه وأتقول عليه ولا نصرني ولا أعانني هذا الرسول الذي دعا في وسط البشرية وهي مظلمة بالكفر والشرك، البشرية كلها مظلمة بالشرك والكفر، وبعثه الله وحده في مكة يدعو إلى الله ويجاهد حتى أظهر الله هذا الدين ونشره في العالمين، ألا يدل هذا على صدقه صلى الله عليه وسلم وبقى رسالته وكتابه وقرآنه إلى أن تقوم الساعة؟ هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. الكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اسألوا أهل الكتاب الذين يعرفون المعجزات ويعرفون الرسل، يخبرونكم. ومن عنده علم الكتاب يشهدون بأن هذا رسول الله وأن هذا القرآن من عند الله. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وهم يعرفون سواء اتبعوها أو لم اتبعوه، كما قال الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أما علماء أهل الكتاب الذين من الله عليهم وانقادوا للحق لما عرفوه، قال الله جل وعلا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. وذلك كالنجاشي ملك الحبشة الذي كان نصرانيا، فلما سمع القرآن قال هذا والذي ينزل على موسى من مشكاة واحدة، فآمن به واتبعه رحمه الله. ولما مات في الحبشة أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموته وخرج بهم وصلى عليه صلاة الغائب. وكذلك عبد الله، كذلك ممن آمن من أحبار اليهود عبد الله، نعم، ابن سلام في المدينة، عبد الله بن سلام في المدينة من أحبار اليهود، لما سمع هذا القرآن آمن به. كعب الأحبار ووهب بن منبه من يهود اليمن لما سمعوا هذا القرآن آمنوا به واتبعوه. وهذا دليل على أن هذا القرآن من عند الله، لأن هؤلاء أهل الكتاب شهادتهم شهادة علماء. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، شهادة العلماء شهادة مقبولة عند الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. وحتى الكفار منهم يعترفون أنه من عند الله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
فهذا القرآن هو كتاب الله عز وجل الذي أنزله رحمة للعالمين وشفاء لما في الصدور، وأنزله حجة للعباد أو حجة عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن آمنت به واتبعته، أو حجة عليك إن خالفته وأعرضت عنه، فإنه يكون حجة عليك عند الله يوم القيامة، أن الله بلغك وأرسل إليك الرسول وأنزل عليك الكتاب فلم تقبل. القرآن حجة لك أو عليك. وهذا القرآن هو حبل الله المتين الذي بين الله وبين عباده، من تمسك به هداه الله ووصل إلى الله جل وعلا، ومن أفلتت يده منه ضل وضاع وهلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القرآن لأنه حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذكر الحكيم، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، إلى آخر ما جاء. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ومن هنا نعلم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله، وأنها هي الوحي الثاني بعد القرآن، فهي من الله جل وعلا، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وصفاته صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن. السنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، فهي تابعة للقرآن. والله جل وعلا يقول: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي منزلة من عند الله ووحي من عند الله، كما قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي والأحاديث الثابتة عنه فليس هو من عنده صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عند الله أوحاه إليه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كتاب الله عز وجل فيهما الخير للبشرية والهداية والصلاح لمن تمسك به، لن تضلوا بعدي. من تمسك بالقرآن، تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلن يضل بعد الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، يموت ومات عليه الصلاة والسلام، ما أحد في هذه الدنيا يبقى، لا الرسل ولا غيره، يموتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي كما يموت غيره، ولكن دينه وشريعته والقرآن والسنة باقية إلى أن تقوم الساعة، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود بيننا، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود بيننا، ما دام هذا القرآن بين أيدينا وهذه السنة بين أيدينا، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود بيننا، ولكن يحتاج هذا منا إلى
القيام بهذا الكتاب وهذه السنة والدعوة إليهما والعمل بهما حتى نحصل على الهداية. ودل الحديث على أن من لم يتبع القرآن ولم يتبع السنة أنه يضل، يعني يضل عن الصراط المستقيم، عن طريق الجنة، يتيه عن طريق الجنة ويسلك طريق النار، لأنه ترك الطريق الصحيح وهو طريق القرآن، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله جل وعلا هو الإسلام، وهو القرآن، وهو السنة، هذا صراط الله جل وعلا، وهو الطريق الموصل إلى الله عز وجل. فإذا كنت تريد الوصول إلى الله وإلى رضوانه وتريد النجاة فعليك باتباع القرآن واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كنت تريد لنفسك الهلاك والضياع فإنك تسلك السبل المتعددة. سبيل الله واحد، ما فيه تعدد، مستقيم معتدل، وأما ما عداه فهي سبل كثيرة، كل له سبيل، كل شيطان له سبيل له طريق، شياطين الإنس والجن كل واحد يدعو إلى اتباعه وإلى مبادئه ومذهبه، ومذاهب البشر لا تنحصر ولا أحد منهم يتبع الآخر، كل واحد يبيل طريق الحال، وكلها تؤول إلى النار. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة لأصحابه بأن خط خطا مستقيما معتدلا، وخط على جنبتيه خطوطا كثيرة، وقال: هذا سبيل الله، يعني الطريق، يعني الخط المعتدل، هذا سبيل الله. هذا تصوير من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا سبيل الله. وقال للخطوط الأخرى: وهذه سبل، يعني طرق، على كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا توضيح من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو إلا القرآن أو والسنة النبوية، القرآن والسنة النبوية، ما هناك طريق إلى الجنة غير الكتاب والسنة. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فإذا كنت تريد النجاة لنفسك والهداية فعليك باتباع الكتاب والسنة، واترك ما خالف الكتاب والسنة مما قاله الناس. ما قاله الناس إن وافق الكتاب والسنة فهو مقبول، وما خالف الكتاب والسنة فهو مردود على قائله مهما كان، لأن العصمة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا الكتاب والسنة فإنه عرضة للخطأ، ولو كان من قال به من العلماء. أو المهم إن ما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. لكن إن كان صاحبه متعمدا للضلال فإنه والعياذ بالله ضال ومعذب، أما إذا كان مجتهدا يريد الحق ولكنه أخطأ وهذا فيه مجال للاجتهاد، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ولكن لا يجوز لنا أن نتبعه على الخط، هو مأجور لاجتهاده وإرادته الحق، لكن ما عمله من الخطأ نحن لا يجوز لنا أن نتبع كائنا من كان. هكذا أوصانا الأئمة
أئمتنا أن نتبع الكتاب والسنة ونأخذ من أقوال العلماء والفقهاء ما وافق الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة، وأن نترك ما خالف الكتاب والسنة. هذا طريق النجاة لمن يريد النجاة لنفسه. والحمد لله، من نعمة الله على العباد أن هذا القرآن موجود كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة محفوظة، لم يتطرق إليها دخيل ولا كذب. كان العلماء يعتنون بها وينحون عنها كل كذب وكل دخيل. أصبحت الأحاديث الصحيحة ولله الحمد مصونة ومحفوظة ومدونة برواية الثقات عن الثقات والحمد لله. فالطريق أمامنا موجود الآن الحمد لله، ولن ينتهي ولا يرفع إلا في آخر الزمان عند قيام الساعة. في آخر الزمان يرفع القرآن ويرفع العلم، ويبقى الناس والعياذ بالله يتهارجون كتهارج الحمر، لا يعرفون حقا ولا باطلا. وعند ذلك تقوم عليهم الساعة، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. فهذا القرآن وهذه السنة ولله الحمد نعمة موجودة بين أيدينا. من أراد الحق وأراد الخير وأراد النجاة يتمسك بهذا القرآن وبهذه السنة النبوية. ما عرفه فالحمد لله، وما جهله يسأل عنه، يسأل أهل العلم، ويترك وينبذ كل ما خالف الكتاب والسنة من العوائد ومن البدع ومن المحدثات. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنحن ولله الحمد في غنى، في غنى عن أقوال الناس إلا ما وافق الكتاب والسنة، والمرجع هو الكتاب والسنة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. والرد إلى الله هو الرد إلى القرآن، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته، ولما توفي صلى الله عليه وسلم يكون الرجوع إلى سنته عليه الصلاة والسلام.